أعلنت عملية بغداد، عمليات بغداد، إنهاء حظر التجوال في بغداد منتصف الليلة الماضية. وأول من أعلن إنجاز التعداد بعد بغداد ديالى وكركوك وصلاح الدين، فيما استمر الحظر بين المحافظات لإنجاز التعداد العام للسكان بأمر من رئيس الوزراء، حيث شاب عدد من المحافظات تلكؤ في جمع البيانات، واختصت النجف باستياء عال جدا من ممثليها في الحكومة المحلية وكذلك البرلمان من أداء فرق التعداد الذي وصفه المراقبون بالسيء، وطالبوا بتمديد الحظر. أما المثنى فامتنعت عن إعلان نسب إنجاز التعداد على مدى 3 أيام متوالية ولغاية مساء الجمعة. وبالتأكيد هذا الأمر غريب وعجيب ويدعو إلى القلق. سوية عن هذا، لنرحب بضيفتي الست سهام المحنة، أمين سر مجلس محافظة النجف، معي عبر اللايفيو من ذات المحافظة. أهلا ومرحبا بي ست سهام. أهلا وسهلا بكم. السؤال الأول، كل الهلا بيك، ما هو موقف التعداد في النجف رجاء؟ طبعا التعداد السكاني هو وثيقة مهمة وقاعدة بيانات يجب أن تكون بيد السلطة التشريعية والتنفيذية. نحن كحكومة محلية سألنا أن نجلس جلسة حوارية مع موظفي التعداد السكاني ومدير التسجيل الإحصاء، فكان هناك إخفاقات كثيرة بالنسبة لمحافظة النجف الأشرف، وفقط الأقطية والنواحي كانت تسبهم جيدة جدا، لكن في قضاء النجف وخاصة قضاء الكوفة كان هناك كثير تلف التشير تدري بمعلومات أنه كان 140,000 أدلوا ب 70,000 فقط، وكثير ما قاعد أسمع صوت ست سهام، صوت مو واضح في الحكومة المحلية. نعم يكمل حديثك ملك الله، هسه شوية هالثواني وصوتك يكون أوضح. أعيد الحديث. تفضلي. طبعا ساءت الحكومة المحلية من خلال أنه استعين المجلس جلسات حوارية مع موظفي التعداد السكاني. طبعا هي التعداد وثيقة مهمة وقاعدة بيانات يجب أن تكون بيد السلطة المحلية وبيد السيد المحافظ ومجلس المحافظة، هذه وتكون بعيدة عن السلطات السياسية لأنها قاعدة بيانات يجب أن تكون قاعدة حقيقية، وخاصة في محافظة النجف الأشرف لأنها مدينة أمير المؤمنين، مدينة سياحية الكل يأو إليها وكثير من النازحين في هذه المدينة. وبعد هذه بعد أن عقدنا جلسة حوارية مع موظفي التعداد ومدير تسجيل الإحصاء، كان هناك استياء من الحكومة المحلية بخصوص الأعداد التي عرفنا عليها من قبل الموظفين التعداد، فكانت قضاء الكوفة يعني العدد من 140,000 إلى النص كان 70,000، وكذلك في قضاء النجف في كثير من المناطق والمجمعات السكنية لم تكن هناك تواصل معهم وفق كثير من العوائل، فقمنا في يعني كحكومة محلية بتسجيل وتكوين يعني هذه الجلسة جلسة مفيدة، وهذه
طلعت أو أخرجت كثير من الفوائد من هذه الجلسة، وهي أنه نقوم بالتواصل مع العوائل الكثيرة، وطلبنا من الحكومة ومن السيد رئيس الوزراء ووزارة التخطيط بإضافة يوم أو يومين لإكمال المعلومات، طبعا بأقضية والنواحي يعني بنسبة 90-99% وصلت، لكن فقط قضاء النجف وقضاء الكوفة هناك كثير من الإشكالات والمشاكل اللي حصلت فيها، وبناء على هذه يعني المعلومات التي وردت إلينا وهذه المشاكل، فارتأينا أو ارتأت الحكومة المحلية أن تطلب من الحكومة المركزية وخاصة الوزير ورئيس الوزراء أنه يكون هناك يوم إضافي لحل هذه المشاكل والإدلاء بأمور حقيقية بالنسبة لمعاطف نجف الأجر. زين أستاذ سهام، برأيك ما هي أسباب التلكؤ؟ وهل تمت معالجتها؟ نعم، الصوت مو واضح. شنو أسباب التلكؤ؟ وهل نعم تمت المعالجة؟ نعم نحن كنا في الجلسة بالنسبة مع مدير الإحصاء، وجهنا له أسئلة كثيرة لم يجيب على أي سؤال من قبل الحكومة ومن قبل السادة الأعضاء بجواب مفيد لأعضاء المجلس وللسيد رئيس المجلس وللسيد المحاور، فارتئينا أن نقدم يعني أو نوجه لجنة تقوم بتسجيل هذه المعلومات وسبب التلفق، فعقد السيد رئيس المجلس هذه الجلسة للاستفادة من معلومات العدادين، وكثير من العدادين المتواجدين قالوا أنه لم يكن تعاون من مدير الإحصاء وبعض المشرفين.